بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين في درس جديد من قناة تيسير الرحمن الرحيم. اليوم راح نكملو لون دو بي لبارتي 3 تاع لون دو بي، وراح نقراو لي باثولوجي دو لون دو بي. وأول باثولوجي راح نقراوها اللي هي ليبرتروفي أرتيريال كوش من قناة تيسير الرحمن الرحيم. بون، نبداو قلنا لون دو بي كون نعرفو لي باثولوجي تاعها. واش يقول لك؟ لي زون دو بي بو اتر بريزونتي مي دو مورفولوجي anormal ou absent. يقول كرون دو بي ملي باثولوجي تاعها قادر تكون لا مورفولوجي تاعها، تسمى الشكل تاعها ما يكونش طبيعي، يكون انورمال، ماشي تسمى كيما لي نورم اللي عرفناهم، ولا قادر تكون ابسون، قادر حتى ما تكونش. ومن لي انومالي هذو كون نتعرفوا بعد ما عرفنا لي كاركتر في البارتي اللي فاتها، لي كاركتر تاع لون دو بي. لي كاركتر هذو هم لي كاركتر من لا مورفولوجي. لا مورفولوجي واش يقصد بيها؟ ما تكونش بوزيتيف، ولا ما تكونش ديفازيك، ولا تكون مونوفازيك، اكسترا اكسترا. دوكا كي تكون في لا مورفولوجي تاع لون دو بي كاين مشكل، عندنا مرض معين نقولوا قال هذاك هو المرض. لا دوري مثلا كي تزيد، لا دوري تاعها كي يقولك اونتر 0.8 اي 0.1 سيكوند ولا 0.2 سيكوند، تسمى كي تزيد لا دوري على هذا عندنا مرض معين. لامبليتود راه يقولك انفيرير ا 0.0 انفيرير ا 2.5 مليمتر، تسمى كي تكون سوبيرير ا 2.5 مليمتر راه عندنا مشكل. نقولو قال هذاك هو المشكل، كنت عارف عليهم الكل. لاكس كي دي في عندنا لاكس بين 0 اي 90 درجة، وجينيرال مو يكون فير 60 درجة اللي هو معرف دي 2. مي كي يكون لاكس دي في ولا حاجه كيما هكا عندنا انومالي معين نقولوا هذيك هي الانومالي. هذا تسمى هو الموضوع تاعنا اليوم. راح نبداو الاولى هي لا ديري ساتشو. بون، جيو هنا لي برينسيپ كوز دو لا مورفولوجي انورمال. واش قلنا؟ قلنا لي كاركتير عرفناهم في هذا، وانا اللي عاودتهم. اول حاجه كي تكون لون دو بي ترو لارج، واش معناتها ترو لارج؟ معناتها الزمن تاعو راهو سوبيريور ا 0.12 سيكوند، تسمى سوبيريور ا 3 بوتي كاري. واش معناتها؟ كي يكون 3 بوتي كاري سوبيريور نقولوا عليه هيبرتروفي اوريكولار غوش، وهو هذا هو الموضوع تاع اليوم راح نشرحه ان شاء الله. ولا اذا كان ترو او، واش معناتها؟ تسمى معناتها لامبليتود زادت. قلنا ترو او سيتادير لامبليتود زاد، ها لامبليتود هذه هي لامبليتي تاع الطول. شنو نعاودو نديرو الاخضر. لامبليتي تسمى في الطول هذا. اذا زاد الطول نتاع هذا على لي نورم تاعنا، تسمى نقولو واش نقولو؟ نرجع للجدول تاعنا هذا النوطل، نقولو عندك هيبرتروفي اوريكولار دروا، هذا مكان. وبالنسبه لغوش معناته هذا الزمن يزيد، هذا لهنا. هذا لهنا او يزيد، او الخطر هذا يزيد، هذا مكان. تسمى كي يكون عندك زيادة في الزمن نقولو هيبرتروفي اوريكولار كوش، كي يكون عندنا زيادة في لامبليتيد نقولو هيبرتروفي اوريكولار طروا. نجيو كي تكون عندنا انفيرسي، تتقلب. كي تتقلب لون دو بي تاعنا لا مارفولوجي تاع تتقلب، نقولو عندنا وان ديرغي باس ميكر ولا ريتم جونكسيونال. نزيدو نشوفو دي كوز اخرى، قادر ما تكونش لون دو بي، تختفي من لو سي جي ما لقاوش طول لون دو بي. سي تادير واش عندنا؟ عندنا انفيبراسيون اوريكولار. فيديو الجاي ان شاء الله نشوفو ليبرتروفي اوريكولار ترون، بعدا لا فيبراسيون اوريكولار، بعدا لو فليتير اوريكولار ان شاء الله. ولا قادر يكون عندنا بلوك سينو اوريكولار، هذا نشوفو ان شاء الله في تروب دو كونديكسيون. ولا يكون عندنا تاكي كاردي جونكسيونال ولا فونتريكولار. دوكا نروحو للموضوع تاعنا الاول اللي هو كي تكون ترو لارج، اللي هي هيبرتروفي اوريكولار كوش. بون، هذا تسمى زاد اضافه برك. يقولك لي انومالي دو لون دو بي، يقولك لون دو بي كي تكون نيجاتيف اون دي دو، سيتادير عندك ديستروكادي او الكترود انفيرسي. عند لون دو بي تكون نيجاتيف اون دي دو، سيتادير لا بروباب دان فاي اكتوبيك. عند لون دو بي دو مورفولوجي ديفيرون، واش معناتها؟ قد يكون عندنا اكسترا سيستوليك ولا فيبراسيون اوريكولار. عندنا لون دو بي لون دو بي تكون امبل ولا بوينتي، تسمى سوبيريور ا 2.5 مليمتر، سيتادير عندنا هيبرتروفي اوريكولار 3. وحنا الموضوع تاعنا دوكا اللي راح نقراوه اللي هو لون دو بي
بيفيدي تكون لارج كبيرة، وبيفيدي تما مقسمة لزوج أقسام دوك نشرحوها لي هايبرتروفي أوريكيلار كوش. رعد مباشرة التعريف. بون نجيو الحاجة لا ديفينيسيون تاع ليبرتروفي اوريكولار كوش ولا دو لوريات كوش. اول حاجة واش قالك سي لوغمونطاسيون دو ليبيسار دو لوريات كوش. واش معناتها هايبرتروفي اوريكولار كوش؟ معناتو زيادة السمك تاع لوريات كوش. واش معناتو؟ معناتو زيادة الكتلة العضلية في لوريات كوش. هذا واش معناتو؟ واش معناتو ايضا؟ معناتو زيادة في الطاقة الكهربائية اللي تمشي في لوريات كوش. خي قلنا كلما تزيد الكتلة العضلية تزيد النشاط الكهربائي، ومنه نقدروا هذا النشاط الكهربائي كي يزيد نقدروا نكابتيوه ولا نسجلوه بجهاز لو سي جي. بون هذا لو ديكالاج فيزيولوجيك اونتر لا ديبولاريزاسيون دي زوغي غوش بارابور اسيل دو لوريات 3. المهم قالنا هذا كي يزيد الكتله العضليه في لوريات غوش تسمى يسرى كي شغل نقدروا نفرقوا بين لا ديبولاريزاسيون في لوريات غوش اي دروا. نلاحظوا في الغوش زياده في لا ديبولا في لا فالور تاع لا ديبولاريزاسيون، اما كاين زياده في الكتله العضليه. قالك اي لوند دو بي اي كونستيتي دو لا ديبولاريزاسيون دو لوريات دروا سويت دو سيل دو لوريات غوش. واش قلنا في الفيديوهات السابقه كي عرفنا قلنا لوند دو بي راهي كما نقولوا محصله تاع لا ديبولاريزاسيون تاع لوريات 3 من بعد لوريات غوش. دوك نبينو في الرسم. بون جو رسم سامبل نرسم انا من بعد نتفاهم. هسه تشوف نرسمو لون دو بي. هاي لون دو بي. واش قلنا لون دو بي؟ هسه هاي لون دو بي. هذه مثلا لون دو بي قلنا راهي مقسومة لزوج. هاي لون دو بي راهي مقسومة لزوج، هذه لون دو بي. قلنا هذه خاصة بلوريات 3 وهذه خاصة بلوريات غوش. كي تكون انومالي في هذه الجهة تاع لا ديفليكسيون تاعنا تاع لون دو بي مشكل هنا نقولوا راه فلوريات كوش. كي يكون في مشكل هنا نقولوا راه فلوريات دروا. حنا دوكا نبدينا بكوش، انا نبدا بدروبس كيف كيف ما يمشي كوش. معناتها منين جات دوكا هذا التصنيف هذا تاعي منين جا؟ دوك نجي ها عندنا جهاز لو سي جي. بون اول حاجه هذه اللي هنا ما تشوفوش ليها باش ما تخلطوش. ها عندنا هذه واش يقول؟ يقولك لو كان نجيبو لوريات دروا برك نديرو انقباض تاع لوريات دروا ونسجلوه بلو سي جي. واش نسجلو؟ نسجلو هادي بالاحمر. لو كان كانت هاي نورمالمون لون دو بي تجي هاك، تجي هاك لون دو بي ها. بصح لو كان نسجلو غير لوريات دروا تسمى واحد ما عندوش لوريات كوش تجي تسجل هاك نص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واذا كان غير واحد عنده غير لوريات كوش ما عندوش لوريات دروا كيف نسجلو؟ نسجلو هاك ونسجلو هكذا وخلاص. تسمى المحصلة نتاعهم عطاتنا لون دو بي. ها هنا كيما راه باين في الرسم هذا، ها عندك لون دو بي لوريات دروا بالاحمر ولوريات غوش. كي تنقابل لوريات دروا برك وحده بلو سي جي نورمالمون نسجلو غير هاد لا ديفليكسيون. بصح ثاني عندنا لوريات غوش اذا كانت غير وحده نسجلو غير هذا بالابيض. هي دوكا المحصله، المحصله حنا نشوفو غير المحصله. المحصله واش هي؟ ها كي تجمع الاولى والثانيه بلو سي جي تاعنا واش يعطينا؟ غير لون دو بي. هذا ما كان تسمى تظهرنا غير فرد فاس في الدي ان دي دو دي تروا. وفي الحاله الطبيعيه هذه في الحاله الطبيعيه وتظهرنا في الفي ان خي قلنا في التعريف في تكون بي فازيك. ها تكون ديفليكسيون بوزيتيف بعد ديفليكسيون نيجاتيف. هذه تاع لوريات دروا وهذه تاع لوريات غوش. هنا سجلنا ديفليكسيون نيجاتيف خاطر لوريات غوش راهو في اتجاه تاع لانفلي الكتريك فيها ويكون عكس يبتعد عن فيها لين نسجلو. المهم تسمى هذه نورمال في الحاله الطبيعيه. دوكا نروحو في الحالة، نروحو الحالة تاعنا لي راهي راح نقراوها ليبرتروفي اوريكيلار كوش. هاي ليبرتروفي اوريكيلار كوش تاعنا واش عطاه؟ ليبرتروفي اوريكيلار كوش درواها أو بقى نفسو
سيتادير واش معناته؟ لو كان تما واحد كيكون عنده هيبرتروفي في اوريكيلار غوش برك، اذا نسجلوا لو سيجي تاع لي الضربه نلقاو هاك هذا مكان ديفليكسيون تاعنا تكون نورمال، بصح مادام عنده هيبرتروفي في اوريكيلار غوش نجيو نسجلوا غير تاع لا غوش نلقاو زاد. واش معناته؟ كي زاد نروحوا لو سيجي تاعنا في ديريفاسيون، ها نلقاو دي ان دي دو دي ترو. واش يعطينا؟ يعطينا كي شغل اون دو بي فيها دايره هاك و هاك، كيشغل هنا فيها طرف زايد. ها ها هذا هو، دوك نشوف لو سيجي تاعنا هو هنا، ها هذه هي، هذه هي تولي هاك. و في ال في ان واش نسجلو؟ نسجلو اوغمونطاسيون تاع لا دوري هنا. شوف كيفاش زادت هي نورمالمون في حال طبيعي كيف تكون، تكون شوف تكون هاك طلعه تساوي الهبطه، بصح كي كان عندها هيبرتروفي اوريكيلا غوش عندك الطلعه هذه ما تساويش الهبطه. ومين هو كي تشوف هاكا لو سيجي تاعك في الفئه لون دو بي سيرفاي تكون عندك هيبرتروفي اوريكيلا غوش وليس طروا. كملوا، نجيو هذا تعريف اخر باش نزيدو نرسخو. قلنا ها كي تكون عندنا لو بي نورمال، لون دو بي نورمال تكون عندك لون دو تي لون لا ديبولاريزاسيون تاع لوريات تروا هي الاولى، ها جيها هكذا ومن بعد تعاود تهبط داكور، من بعد تزيد تاع لوريات غوش هكذا ومن بعد تهبط، يكونوا كيف كيف المحصله تاعهم تخرج لنا لون دو بي نورمال. ها المحصله تاعهم هي هذه نورمال. دوكا كي يكون عندك كيبا هذا مازال ما راحش نقرا، دوكا كي تكون عندك كيبا بروفي اوريكيلار غوش واش عندك؟ لون دو ديبولاريزاسيون تاع لوريات دروا تبقى نورمال، هاي كيما هذه كيما الحاله الطبيعيه، بصح تاع لوريات غوش راهي زادت. شوف راهي زادت لا لومبليتي تاعها منا ومن دوكا لون دو بي كي تجي المحصله شو عندك طلعه عادي من بعد تصرا هبطه من بعد تعاود تجي تطلع ومن بعد تهبط. دوكا لو سي جي تاعنا واش غنشوفو؟ لون دو بي نشوفوها بهذا الشكل تكون هكذا كي شغل بي في دي، هذه واش معناتها بي في دي؟ هذا مكان نروحو لتعريف اخرى. بون الفيديو راهو 12 دقيقة، نكملو ان شاء الله في البارتي 2 تاع ليبرتروفي اوريكيلار كوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.